شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، هكذا تعلن انطلاقه جديده من انطلاقات رموزي هذا المساء الجميل، بندقيه الانتاج هنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ايضا ياتي هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير هنا في مهرجان ختامي المرموم، ايضا مع البندقيه 800,000 درهم نسير الى مقدمه الشوط والى الصداره والى المركز الاول. المقدمه والصداره، هناك المركز الاول، من ياتي؟ هذا هو الراوي عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، يتقدم على الصداره الاولى، بينما المركز الثاني وصل صغان عيسى بن راشد بن محمد الامطيوعي المنصوري، ولكن السبعاوي سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم، يقدم لنا انتاجه الفاخر. بينما الوصول هنا والدخول من الاسم القادم الواصل الكدري لابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي، وصل خذ المركز الرابع. المركز الخامس مزاحم مزاحم يتقدم، عامر بن محمد بن زايد المنصوري بانتاجه الفاخر يتقدم مع البندقية، يتقدم مع هذا الاداء المتميز. ولكن اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى الصدارة الاولى، اعود الى التغيير الذي جرى وطرى مع الدرعي على المركز الاول. يقدم لنا الكدري ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي، يتقدم على المركز الاول على الصدارة الاولى. السبعاوي في المركز الثاني، سالم بن حمد بن دري الفلاحي، وصل مزاحم، تدخل مزاحم، عامر بن محمد بن زايد المنصوري يصل في هذه اللحظات، بدا يغير الوصول. الدخول من صوغان عيسى بن راشد بن محمد المطيوعي المنصوري يصل في هذه اللحظات ويقدم انتاجه الفاخر، يقدم نوعياته الفريدة. الوصول، الدخول، يا لها من اسماء. 1400 متر، البندقية لمن؟ بندقية الانتاج في ختامي المرموم. يا سلام يا الكدري، الكدري على الصدارة، الكدري على المركز الاول. يتقدم ابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي ومزاحم، عامر بن محمد بن زايد المنصوري. وصلت الاسماء، وصلت الاسماء، الله الله الله، سيف سهيل بن خيره العفاري مع شاهين، وصل شاهين وتقدم شاهين، مرحبا بن خيرات ليتقدم مع شرط. سهيل بن خيرات بن الدوده العامري يقدم لنا انتاجه الفاخر، يقدم لنا نوعياته الجميله، ولكن مزاحم مزاحم. وايضا هناك سهيل بن خيره العفاري، سيف يا سيف. هناك ايضا دخلنا هذا الغلاف الجوي مع 800 متر الاخيره، البندقيه، البندقيه حايره حايره، الله 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 الله، جوله الاوامر، جوله التحديات لمن؟ البندقيه. هناك شاهين يتقدم ايضا، سيف سهيل بن خيره العفاري، العفاري، وهنا مزاحم، عامر بن محمد بن زايد المنصوري. عرض ثنائي، عرض جميل للغاية، الـ400 متر الأخيرة، جولة الأوامر، جولة الحركة ما بين الاثنين، ما بين الاثنين، البندق حاير، ولكن شاهين، سيف سهيل بن خيره العفاري، البوابة 11، البوابة 11 تنتظر، ولكن أبناء الظفرة، أبناء الظفرة، مزاحم، مزاحم، هناك شاهين، سيف سهيل بن خيره العفاري، 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 تهانينا، تهانينا على هذا الأداء المتميز الجميل لسعادة سهيل بن خير العفاري. سلام البواب 11، سلام الوقن، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني مزاحم، عامر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الثالث وصل هناك الفاتن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، والمركز الرابع كان الكدري ايضا لابراهيم بن سعيد بن سالم الدرعي. المركز الخامس، المركز الخامس، هناك مستهدف علي بن راشد بن سيف الشاوي
الايطالي. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، البندقيه تذهب مع شاهين. تهانينا لسيف بن سهيل بن خير العفاري، تهانينا على هذا الفوز. هناك 5 دقائق 45 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا ايضا على هذا الفوز لسعادة سهيل بن خير العفاري على فوز شاهين وانتاجه الفاخر. 5 دقائق 45 ثانية و5 أجزاء من الثانية. امزاحم عامر بن محمد بن زايد المنصوري، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث من وصل في ثالث المراكز ب5 دقائق 48 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لأيضا علي بن عبيد بن رشيد الكتبي على هذا الفوز الذي قدم من خلال هذا الاسم وهذا الانتصار. مشاهدين الأعزاء، هكذا كانت البندقية وهكذا كانت الانتصارات. نذكر بأن التتويج بعد نهاية الشوط السادس مباشرة لجميع الفائزين بالرموز الأربعة.